اهلا بحضراتكم من جديد. يعني اي تكريم هي يعني هيبقى لابطالنا دول هيبقى مش كفايه الحقيقه والله. يعني يمكن يعني انا مش عارف اقول حجم المعاناه وحجم التحديات اللي قابلتهم كانت كبيره. ويمكن كابتن عادل يعني احنا بننتهز الفرصه دي وبنقدم لحضراتكم حاجه بسيط تقليد يعني بسيط يعني ده بوكي ورد. ده تكريم ان احنا ان انتوا تسمحوا لنا ان احنا نيجي هنا قناه، ده اكبر تكريم لينا. شرف لينا يا كابتن والله، شرف لينا وكابتن محمد. يعني بوكي ورد تقديرا من القناه لانجازكم الكبير. احنا بنشكركم بجد 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 يعني، وان شاء الله دي بتبقى بدايه بنوعد الجمهور المصري كله اللي احنا في كاس العالم يا جماعه هنحقق حاجه باذن الله. ان شاء الله بدعواتكم هنحقق حاجه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كابتن بيبو ربنا يخليك، انا بشكرك جدا يا كابتن هيثم، وده مش جديد على قناه الاهلي وابناء النادي الاهلي والواحد فخور جدا بجد والله. احنا اللي فخورين بكده بجد، انا في قمه فخري وقمه اعتزازي وتحيه وتقدير لجمهور الاهلي وجمهور مصر الاهلي حبيبي. كابتن مجدي بوكي ورد لحضرتك، اشكر حضرتك جدا. بس هتعلمني بريك دانس ماشي بقى يا كابتن بعد اذنك، بس برضه هنغيرها مش هتعلم ماشي يا كابتن. بس والله بشكر حضرتك يا كابتن بجد على الاستضافه الجميله ديت بجد، وكون ان انا اكون في قناه النادي الاهلي ده لوحده تكريم والله يا كابتن، فشرف ليا والله يا كابتن. اشكر حضرتك جدا، ده برنامجكم وقناتكم، واي حاجه يا كابتن احنا هنا اعتبروا ان هذه الترابيزه ملككم في اي وقت. ان شاء الله هكون في ظهركم وهنكون مغطينكم بشكل كبير، وان شاء الله هتشرفونا في كاس العالم. وانا مجمع ده لازم نشرفكم في كاس العالم بعد التكريم ده. خلاص يعني كفايه التكريم ده بالنسبه لنا، لازم نعمل كل حاجه. قناه النادي الاهلي خدنا حاجه، الله يكفي مشاركتكم في كاس العالم، ده شرف كبير يعني. ان شاء الله مش هتبقى اخر اول ولا اخر مشاركه، وبعد كده ان شاء الله هنكون في ظهركم باستمرار ان شاء الله. استاذنكم يا كابتن بقى كلنا مع بعض كده نقطع التورته. معلش يا كابتن يعني ايه حضرتك معايا في لاعب هيزعل هنا اسمه سامي. سامي هو زميلنا هو كده كده مش هيكون التوب. لا هنجيبها بعيد خالص. لا لا يا كابتن احنا هنقسم من عنده. لا يا عم انا بس ما حدش يزعل منا. ايوه كده بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه تمام، تسلم ايديكم يا رب. تسلم بشكرك جدا جدا بجد يعني، ده الشكر ليك والله بجد. عايز اقول لك برضو بقيت تيم ويرك والاجهزه الفنيه بيوصلوا شكرهم طبعا ان حضرتك النهارده استضفتنا. يعني بنمثل التيم كله، مش بنمثل نفسنا، بنمثل التيم كله. شرفتوني وشرفتوني وان شاء الله مش اخر تكريم، والتكريمات جايه كتير. بنشكر كل منتخب مصر، وان شاء الله بنشكر اللي ما كانوش معانا، بنوجه لهم كل التحيه، وان شاء الله يكونوا معانا في حلقه تانية. مش دي اخر حلقاتنا ولا دعم الفريق، هيكون لنا حلقات تانية ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى حلقه جديده من الأبطال. الكاس بتاعك. شكرا جزيلا لك الكاس بتاعك اهو. شكرا جزيلا لك، ربنا يخليك. شكرا، اشوفكم على خير ان شاء الله. ميرسي جدا لحضرتك بجد والله.